دي واحدة من المدن العزيزة جداً على قلبي. نرجع نركب العربية علشان نروح نفطر بقى. ونزلنا من المعدية دلوقتي عشان نروح على الناصية نفسها. في مشواري بالعجلة المرة اللي فاتت الطريق بتاع راس البر البورسعيد كان واحدة من أمتع الرحلات اللي أنا عملتها. كان يوم سهل وسريع وفجأة اتفاجئت بأسماء والكرو ظبط معايا المفاجأة السعيدة دي. جولنا في نص الطريق واستقبلونا استقبال كان تحفة تحفة. شكرا وأنا نفسي إن أنا أشوفكم تاني. جاي أسترجع شوية ذكريات لذيذة عملناها هنا. أنا كنت هنا بالعجلة، وعادة المجاميع اللي بتطلع بتاعت الموتوسيكلات بتبقى منظمة بطريقة مبهرة. يعني الطريقة اللي هما بيبقوا ماشيين بيها هما بيأمنوا العجل برضو. يعني ده اللي كان بيحصل في السفرية ده، وده اللي حصل في السفرية بتاعتنا المرة اللي فاتت. كانوا هما اللي بيأمنوا العجل، يطمنوا إن الناس العربيات يعني سايبة مسافة. ودي حاجة بتفكرني إن أنا أقول كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي، لو سمحت يا جماعة لما تشوف أي حد راكب عجلة سيب مسافة ما بينك وما بينه، علشان يعني أمان لينا إحنا الاتنين.